يلا، في موضوع أبغى أتكلم معكم فيه. بغيب فترة عن البثوث، أسبوع أسبوع 5 أيام زي كذا. أبغى أركز شغلي على السناب، أبغى أجتهد في السناب، أحط تركيزي كله أصبه في السناب. هذا السبب الأول. السبب الثاني، ناخذ بريك من عالم البثوث هذا، اعتبروها إجازة. أنا آسف والله، أدري إنكم تحبون البثوث وتحبون الكلام هذا كله، لكن أنتم شايفين، والله يعني أنتم شايفين الوضع كيف. نركز على السناب أكثر. شكرا شكرا لكل من تواجد في بث سعيد. شكرا حتى يبلغ الشكر ومنتهى. أنا متواجد في السناب 24 ساعة. البثوث بناخذ منها راحة تقريبا أسبوع أسبوع أسبوع، نتنفس شوية، نطلع من جو البثوث شوية، وبرضه الجمهور يشتاق لي. فهمتوا؟ ما هو منطق كل يوم أفتح بث. شكرا حتى يبلغ الشكر ومنتهى.